أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بعطاء فريق البحرين الذي يسطر اليوم قصة نجاح جديدة بتوفير أسباب التميز والنجاح في استضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2021 في ظل الظرف الاستثنائي العالمي لفيروس كورونا كوفيد-19 وما يتطلبه ذلك من استعدادات مضاعفة تمكن أبناء البحرين بعزمهم وإصرارهم من تهيئتها لإقامة هذا الحدث الدولي الهام في بيئة رياضية تنافسية ووفق بروتوكولات وإجراءات احترازية تضمن صحة وسلامة الجميع، منوها سموه بالمقومات الجاذبة التي تمتلكها مملكة البحرين لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى عززتها خبرة تراكمية لدى أبنائها في استضافة سباقات الفورمولا 1 منذ عام 2004 مكنهم من الإبداع في التنظيم وتهيئة فرص النجاح التي عززت من تواجد المملكة على الخارطة الدولية لسباقات الفورمولا 1. وقال سموه إن التميز الذي يرافق كل جهد وطني هو اختصار لخطوات على طريق النجاح، فالبحرين تبوأت مراكز متقدمة وتحظى بسمعة متميزة في مختلف المجالات بفضل عطاء وإخلاص أبنائها في كل ميدان، والنجاحات التي حققتها المملكة في استضافة سباقات الفورمولا 1 تعد دافعا قويا نحو استمرارية العمل بعزيمة لإنجاز المزيد بما يصب في خدمة أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله اليوم بزيارة تفقدية لحلبة البحرين الدولية قبل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2021 في نسخته 17، حيث قام سموه بجولة في منطقة الفرق والمضمار التقى خلالها كبار شخصيات الفورمولا 1 ومدراء الفرق ومتسابقيها والمنظمين، كما اطلع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق النهائي. وقد أشاد سموه بمستوى التنظيم العالي الذي شهده سباق هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، مثنيا على جهود الخبرات الوطنية الشابة الذين أثبتوا مدى كفاءتهم ومقدرتهم على إخراج هذا الحدث الرياضي العالمي بصورة مشرفة عكست الوجه المشرق والحضاري لمملكة البحرين. ووجه سموه شكره وتقديره لجميع المنظمين والطواقم الطبية والجهات المساندة العسكرية والأمنية ومن كافة الجهات الحكومية في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل إنجاح السباق، معربا سموه عن اعتزازه وفخره بجميع أبناء الوطن المخلصين وتفانيهم في أداء عملهم بما يسهم في تحقيق النجاح والتميز في استضافة هذا الحدث العالمي. وشهدت حلبة البحرين الدولية موطن سباق السيارات في الشرق الأوسط هذا العام انطلاقة موسم 2021 لبطولة العالم للفورمولا 1، حيث استضافت مملكة البحرين الجولة الافتتاحية للموسم وذلك في الفترة من 26 إلى 28 من مارس الجاري.